السلام عليكم. بنفس صابرة وقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، روت والدة الفنانة الراحلة ريم غزالي آخر ما قالته فلذت كبدها قبل وفاتها. وقالت في تصريح لقناة خاصة أن ريم في آخر ساعاتها: ماما نلتقي في الجنة. وقد حضر جمع غفير من الفنانين إلى جنازة ريم غزالي، وحتى من الدولة الجارة تونس، وحضرت وزيرة الثقافة ملكة بن دودة إلى بيت ريم غزالي حيث قدمت تعازيها لعائلة الفقيدة. جمهور غفير حضر إلى البيت من كل الولايات وحتى من تونس، وأجمع الفنانون خلال تعازيهم على نقاء وطيبة قلب ريم غزالي: إنا لله وإنا إليه راجعون.